صباح الخير مشاهدينا، اليوم الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2012. بتامل لانه قلنا 13 انه ما حدا يتشائم. الارقام اليوم منا هي المقاس لحتى نقول كيف رح يكون نهارنا، نحن اللي بنقرر كيف رح بيكون النهار. طبعا كل شخص ممكن يحط خطه لحاله بيقول انا نهاري رح اتصرف فيه بهالطريقه وبهالطريقه يلي لازم يكونوا ايجابيين. اليوم بدي صبح بالخير الشيف شادي اكيد يلي رح بيكون معنا. صباح الخير. وقت على الموضوع يعني 13 الشهر. اليوم قبل ما ننتقل ونكون مع البريفيو بدي اشوف شو ناطرنا بهالنهار، كنت حابه هيك اطرح سؤال على الناس، واذا حابب انت كمان تفكر فيه. يلا. لانه انفجارات واغتيالات وبنسمع قصف والى اخره، هيك خلونا نحس او نحن للايامات اللي كان فيها الواحد يتحدى الثاني بالسيف، السيف والترس، ويوقف بمواجهه وتتجمع الضيعه ويكون فيها عن جد هيك واحد ياخذ مثل ما بيقولوا حقه بكل شجاعه وبكل رجوليه فيس تو فيس. اليوم لا، واحد بيتخبى ورا الزر بفجر 20 30 40 اللي هن ما بينعرف مين ولا ما بقى في مفهوم الشجاعه يلي كانت موجوده بالاول. بتامل انه يلي عم نعيشه بهالايام وعم بيخلينا هيك نفقد كثير من الامور يلي موجوده بعاداتنا وبتقاليدنا بمفاهيمنا، ما نكون كمان عم نفقد من خلالها يلي نحن بنسميه الكرامه والشجاعه والمواجهه يلي واحد لازم تكون. شو رايك؟ مشاهدينا اي اتصال، كمان ارائكم اقتراحاتكم اكيد عبر كل مواقع الاتصال وارقام التليفون يلي فيكم تشوفوها تباعا قدامكم على الشاشه لحتى يكون التواصل دائما موجود بيننا وبينكم بكل المواضيع يلي حابين تعرفوا عنها تفاصيل. بما يختص بهالنهار يلي رح يستمر لغايه الساعه 1 اكيد بتوقيت بيروت، خلونا نشوف شو رح تكون الفقرات والضيوف يلي رح ينضموا لنا. إذا في كثير اليوم من الفقرات اللي رح تتلقى اتصالاتكم مشاهدينا، فما تبعدوا كثير لا عن التليفون ولا حتى عن التلفزيون. الأبراج والحظوظ لليوم رح ننتقل لنتابعها معكم. مشاهدينا انه اليوم كمان حوالي الساعة 11:30 كانت تتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء ضمن زوجك. بريك صغير من بعدها بنكون مع هاديا وعندي. أخبار الموضة وخصوصا كل شيء عم بيصير بلبنان تحديدا العاصمة بيروت رح ننتقل لحتى نتابعها مع حد. الأسبوع من أسبوع أمننا بس إنه الأهل لبسوا كل شيء أوكي، هلا فينا نقلع لكن للأولاد. لكن مشاهدينا بريك صغير من بعدها بنكون مع كارلا حتى نتابع فقراتنا لليوم. بتشرح لنا إنه محطوط بهالشكل هيدا يضاين على فتره زمنيه محدده، محطوط يعني اللي خلص 25 سوري على اي مشكل اي مضاعفات او ممكن واحد انه ياخذ بريك صغير لانه حتى ما هيدي الاسئله للناس هلا بتسال حالها انه شو بعمل كيف بتصرف يمكن رح خبرك شغله عضلات اللي هي السبب الرئيسي ال 25 ريزوم نخليهم ل 25 حلقه ثانيه اكيد البصل انه رح بيكون معنا هالبرودوي تباعا ان شاء الله بالاسابيع المقبله رح يقدروا يتصلوا يستفسروا يعرفوا كل شيء ونحكي بالتفصيل عن كل مستحضر وكيفيه تناوله وشو بيحتوي وكل الفوائد. اهلا وسهلا فيك كمان معنا بعالم الصباح. بريك صغير مشاهدينا من بعدها بنتابع فقراتنا مع كندا بأدوات. كندا رح تتلقى اتصالاتكم اكيد بأدوات. صباح الخير. صباح الخير. بيرجعوا بيتذكروا وبيشوفوا ارقام التليفون قدامهم على الشاشه. نأمل انه هالعاصفه اللي مرقت ما تكون كثير عند الابرار وازمه هيك. الافضل انه نتركهم ل الو صباح الخير غاده، ما هيك على الخط؟ تفضلي. اهلا غاده، تفضلي شو السؤال؟ مضبوط. مين بدك يعني ما بعرف يمكن اوقات نكون عم نشحن الوقت اللي هي ممكن صار من سيلفي. الو بونجور بونجور، ممكن احكي مع مدام كندا؟ عم تسمعك اكيد، يلا تفضل. اوكي الو صباح الخير. بونجور بونجور، كيف بدي اسال مدام كندا كيف بيشحنوا الجاردينيا؟ من خلال الورك شوب اللي انعطى لهالسيدات لحتى بالفعل يقدروا يستفيدوا من السوشيال.